بسم الله الرحمن الرحيم. حنكمل إن شاء الله بارت 4. في بارت 3 إحنا وقفنا آخر شيء، خلاص سوينا التناقص اللي هو 4 الأدوار، وسوينا دور واحد ثابت اللي هو نصف عمود. الآن رح نجي للأدوار حقت الجوانب حقت البوت الارتفاع. حيكون طبعا فيها، حأعمل من يعني الغرز حتكون من ضمنها غرزة الضفيرة، يعني حنسوي ضفاير، نبدأ نسوي الضفاير من هذا الدور اللي دحين حنبدأ فيه. طيب عشان أسهلكم المسألة برضو حاجب لكم الرسمة وأوريكم عليها. طيب إحنا حنرجع للرسمة عشان الرسمة هي اللي حتوضح لك كل حاجة إحنا عملنا. طيب هنا إحنا في الرسمة حأبدأ من المقدمة، هذه مقدمة القدم، وهذه الخلف اللي هي خلف القدم. طبعا الخلف ما رح نسوي فيها، قلنا ما سوينا فيها اي شيء، لا تناقص ولا حاجة، نفس عدد الغرز مفرد، سوينا كل غرزة فوقها مفرد. اخذت من هنا اللي هي 12 غرزة اللي في المقدمة، هذه اول 12 غرزة اللي فوق سويناها، اخذناها وأخذنا منها 12 هذه عشان حنسوي فيها تناقص. وأخذت أنا هنا عشان من الخلف أنا ما رح أسوي تناقص، فأخذت 6 هنا كمان، كانت عدد الغرز 12، من الأخير كانت 12 ومن المقدمة كانت 12. 12 اللي هنا طبعا ثابتة، حتكون زي ما هي، حتعد 12 هذه وحتحدديها. بعد كده نحن زي اللي سوينا تبادل، يعني حطينا اللي هي هنا كانت الغرز اللي كانت تزايد، هنا يعني صارت 12 غرزة، لأن هي كيف صارت 12، صارت تزايد فيها، في كل غرزة تزايد غرزتين، فإلين وصلت آخر دور في أدوار طبعا التزايد مو التناقص، وصلت 12. فالاثناش يعني من هذه الجهة 6 ومن هذه الجهة 6. طيب جينا هنا بعد الغرزة هذه اللي هي في المقدمة 12، خلاص اللي هي أكيد إنه حنسوي فيها التناقص، حاجي أخذ من هنا 6 غرز، هذه 1 2 3 4 5 6، حأخذ من هنا 6 غرز، أوقف، حأخذ نفس الشيء من هنا 1 2 3 4 5 6. طبعا هذه كأنها 6 اللي هنا و6 اللي هنا، اللي هي حقة الغرز 12 اللي هي حق آخر دور في أدوار التزايد. أنا بدلتها وأخذتها وحطيتها التزايد، يعني جمعتهم مع الأمام عشان من الخلف أنا ما راح أسوي تزايد، عفوا مو تزايد، تناقص. جمعت الغرز الأمامية مع الغرز اللي هي الخلفية، قسمتها على قسمين عشان حتجي متساوية مع بعضها من الجهتين. وصارت هنا كأنه الغرز اللي فيها واحدة مفرد واحدة مفرد، أنا عملتها من الخلف، يعني زي اللي صار بدل، يعني هنا بدل ما كانت في غرز هنا من الخلف كانت 2 2 2 2، ووقت التناقص حنقصها 2 2 مع بعضها، حطيتها أنا على طول من هذه الجهة 6 ومن هذه الجهة 6 من الأمام، سويت عشان التناقص حيكون فقط من الأمام، الخلف ما راح أسوي. والغرز اللي هنا كانت مفردة طبعا حأسوي هنا من الخلف، كمان أخذت هنا، صار التناقص حيصير لين هنا، بعد كده خلاص حيصير هنا كله هذا مفرد،
واحدة 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 مفرد. طبعا نصف عمود، احنا قلنا التناقص هيكون نصف عمود. وسويت التناقص على أساسه هنا، من هنا صاروا عندي 24 غرزة في الأمام حتصير فيها تناقص، كل غرزة مع اللي جنبها. سويت التناقص أول دور وتاني دور تالت دور رابع دور كما سبق في بارت 3. أنا اللي بأوصل لكم هو الآن إنه بهذه الطريقة أنت حتعرفي تعدي عدد الغرز اللي عندك الآن الصحيح، العدد الصحيح اللي المفروض يكون عندك. طيب إحنا كده آخر شيء سوينا هذه الجهة الأمامية تناقص 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 إلين ما وصلت لوحدة لغرزة واحدة، يعني رجعتها كأنها أول دور في الأدوار حق القاعدة حق التزايد. طيب هنا صارت هذه كلها الأربعة وعشرين سويت تناقص 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 إلى ما صارت غرزة. طيب هنا حنقول هذه أول غرزة، حنيجي هنا حنكمل حنكمل الغرز ونشوف كم غرزة اللي هي المفردة اللي سويتها مفرد من الجوانب مع الخلف. حنيجي هنا طبعا هنا حيكون اللي هي الأدوار، أخذنا هنا واحد اثنين ثلاثة أيوة، حنكون هنا شايفين يعني من هنا حنعد الغرز، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 زائد هذه الوحدة اللي صارت معانا حقتها الدور هذا اللي الأمامي، يعني عندي عدد الغرز 37. المفروض إنه لما تعدي عدد الغرز هذه بالكامل الآن حق القدم بعد التناقص وكل حاجة، المفروض يكون عندك 37 غرزة نصف عمود. إن شاء الله كده تكون وضحت، لأنه نحن بدل التزايد اللي كان في الخلف عشان ما راح نسوي تزايد كملنا على الغرز حقت التزايد الـ 12 واخذنا من هنا الستة وستة، يعني صاروا كلهم 24 هم اللي سويت فيهم التناقص، وهنا مكان يعني اللي أخذتهم هنا وأضفتهم من التزايد حق الخلف، يعني زي اللي بدل هنا سويت المفرد وهنا سويت هنا سويت المفرد حق المفرد اللي كان هنا وهنا سويت التزايد حق التزايد اللي كان في الخلف. طيب عطاني عدد الغرز، المفروض تطلع عندك عدد الغرز 37 غرزة. طيب ال 37 غرزة هذه لازم برضو هتسوي، أنا بأسهلها عليكم، يعني هتجي إحنا طلعت عندنا 37 غرزة. طبعا الضفاير زي ما إحنا وريناكم في السابق في الجاكيت قلت لكم إنه لازم بين كل ضفيرة والتانية يكون عندك عدد العواميد اللي في الوسط بين الضفيرة والتانية تكون نفس العدد، يعني ثابت، يعني كل ضفيرة واللي جنبها حيكون عدد ثابت من العواميد. فإحنا الآن راح نشوف، طبعا أنتي مو شرط أنك تسوي يعني بين الضفيرة والتانية غرزتين عمود لفة، طبعا إحنا في الضفائر حنبتدي الآن بعمود لفة، هيكون شغلنا بعمود لفة.
مو شرط يعني انك انتي يكون عندك بين الضفيرة والتانية غرزتين عمود لفة، لا ممكن يعني حسب تقسيمتك، ممكن 3 4، لا ما تخليها 3 يعني، خليها عدد يكون زوجي، 2 4 6 زي كده. فأنا الآن حوريكم كيف أنتي حتعرفي يعني كم بين كل ضفيرة والتانية حتتقسم على كل غرزة. هأجي الآن هنا أسوي أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 33 34 35 36 أعطاني 37. بهذه الطريقة أنت معروف الضفيرة تأخذ مننا 4 غرز، الضفيرة الواحدة تأخذ مننا 4 غرز، هذه الضفيرة تأخذ مننا 4 غرز. يعني حنحسب أول شيء حتقولي يعني الارتفاع كمان حنحسب أول عمود، حتيجي فرضا تقولي هذا الارتفاع، الارتفاع هذا حينحسب بمثابة أول عمود، حتيجي تقولي لو أخذت 2 عمود من البداية رحت أخذت 4 حق الضفيرة، 1 2 3 4 هذه ثابتة حتكون 4، حأجي بعد كده أخذ 2 يعني مثلا دحين خليني أنا بشوفها معاكم، 2 عمود لفة، وبعد كده حتيجي الضفيرة التانية، 1 2 3 4، بعد كده هذه 2 اللي بين كل ضفيرة والتانية، وحاجة أقول 1 2 3 4 هذه حق الضفاير، بعد كده 1 2 بين الضفيرة والتانية، بعدين حاجي للضفيرة، 1 2 3 4، وهذه العمودين اللي بين الضفيرة والتانية، وهذه 1 2 3 4، بعدين 1 2 اللي بين الضفيرة والتانية، بعدين 1 2 3 4، هنا 1 2 طلعت معايا، شوفوا طلعت معايا مظبوطة، العدد بالضبط طلع على قد عدد الغرز 37، شايفينهم؟ رسمت طبعا أنا سويت أعمدة بعدد الغرز 37 غرزة. هذه حتسهل عليكي طريقة الغرز يعني بين كل ضفيرة والتانية كم عمود حتعملي. طبعا احنا قلنا الضفيرة تاخد 4 غرز، الارتفاع اول ارتفاع حيكون يعتبر بمثابة اول عمود، يعني حينحسب هو الاول وجنبه الغرزة التانية، هذه 2 من البداية، بعد كده 4، بعد كده 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 كده 2 في النهاية، يعني كده انه انا حيكون بين كل ضفيرة والتانية عمودين لفة. طبعا انتي سوي هذه الرسمة عشان تعرفي يتسهل عندك طريقة انك تحددي كم غرزة هتكون غرزة عمود لفة طبعا بين كل ضفيرة والتانية. طبعا الضفيرة حتاخد 4 غرز، يعني احسبي لها انتي 4 غرز عشان حنسويها ال4 غرز امامية، اللي هي حتكون يعني 4 غرز حتكون مرة امامية ومرة حنسويها الدور اللي بعده، حتكون حنسويها برضو امامية. حوريكم انا، ما راح استعجل معاكم عشان اتلخبطوا. طيب الآن خلاص أنا لا ما سويت لسه ولا شيء، وريتكم الطريقة، الآن راح أبدأ معاكم أول دور في أدوار الضفيرة
اللي حيكون ارتفاع حق البوت. طيب انا اخر شيء لما قفلنا منزلقة اللي هو الدور اللي سوينا فيه نصف عمود عدد ثابت، قلنا عدد الغرز حيكون 37 غرزة. اخر شيء حسبت لكم ووريتكم الطريقة ووريتكم حيكون بين كل ضفيرة والتانية كم عمود. طبعا هذه الاشياء لازم تسويها قبل، عشان الان راح نبدأ في الدور حق الضفيرة. اخر شيء المنزلقة خلاص حتقفلي هنا الان الخيط، حنقفله ونعقده وحتقص الخيط عشان حابدأ. طبعا انا دايما اقص الخيط يعني اخذ منه اطول، عشان لما اجي ابغى انظف بعدين اقدر الضمه في الابرة وادخل بين كل غرزة والتانية. فانا الان ححطها في الداخل الى اخر شيء بعدين انظفه. طيب انا ليه قصيت هنا الخيط ما كملت؟ عشان احنا شوفوا هنبدأ الان حنسوي محل البوت اللي هو محل الفتحة اللي في الجنب. انتي حتشوفي، طبعا انا ما راح احدد لك، انتي حتشوفي فين تبغي الفتحة تبدأ من فين، الجنب حقت الجنب. طبعا اذا كانت الفردة اليمين حتسويها يعني كده، كانت الفردة حتصير الفتحة والازارير من هذه. لا اذا كانت على اليمين، اذا كانت الجزمة الله يكرمكم على اليمين حتسوي الفتحة من هنا. اذا كانت على اليمين اللي هي الفردة حقت اليمين، اذا كانت الفردة حقت الشمال حتيجي تسوي في الشوز نفسه حتسوي جهة الفتحة والازارير حتكون من الشمال، عشان لما تلبس الجهتين حيكون من هذه الجهة هنا الفتحة ومن الجهة الثانية الفتحة من الجهة الثانية اليمين، طبعا حتكون عكس بعضهم. طيب انا ليه هنا قصيتها، قصيت الخيط عشان حابدأ الان حاشوف فين حاحط انا مكان اللي هي مكان الفتحة، كيف حسويها يعني من فين حاخليها تبدأ. طيب احنا هذه حنسويها اللي هو اللي هو اليمين، جهة اليمين، عشان انا قبل خلاص بسوي اليسار فحسوي اليمين. اليمين حتكون الفتحة على الجهة اليمين. حأحدد فين انا حأخلي فتحة، حأقول الازارير حأخليها تبدأ. طبعا انت ليكي حرية الاختيار في البداية انت من فين تبيها تبدأ. طيب انا حأخليها من هنا، شايفتها انا انه من هنا حتكون كويسة، يعني حأبدأ أمشي بغرزة الضفيرة دوران إلين ما أوصل لآخر غرزة هنا. لما توصل لآخر غرزة حنيجي بعد كده الدور الثاني، حوريكم الباقي لما حنوصل إن شاء الله للدور. طيب أنا حأسوي هنا، من هنا حأبدأ، تيجي تثبت الخيط، طبعا برضو مزدوج حيكون الخيط. هتيجي ممكن في طريقتين، ممكن انك تثبت الخيط بهذه الطريقة وعلى طول حتسوي المنزلقة، او ممكن تعقدي عقدة البداية في الابرة وبعدين تجي وتدخلي في الغرزة تسوي منزلقة. الآن كده أنا عملت المنزلقة.
طبعا بداية العمود لفة، احنا هنبدأ الآن من الغرز اللي حتصير فيها غرز الضفيرة، هنبدأ بعمود لفة. بداية العمود لفة حترتفع 3 سلاسل، وقلنا هذه الثلاثة تعتبر بمثابة أول عمود. حتزوم من تشدي الخيط، حتدخلي هذا الخيط مع الشغل، يعني حتدخليه من ضمن الشغل اللي حتشتغليه الآن. هذه أول عمود، وحأجي كمان حأسوي ثاني عمود في الغرزة اللي بعدها. طيب كده أنا سويت عمودين لفة. طبعا أنا ليه مسوية في نفس الغرزة اللي سويت فيها المنزلقة هي اللي بدأت سويت فيها أو تاني عمود، عشان ارتفاع أول عمود، عشان أنا دائما لما أجي أقفل آخر شيء في المنزلقة أقفل في الغرزة، أحيانا ما أقفل في الارتفاع، أقفل في الغرزة الأولى، يعني ما أقفل في سلسلة الارتفاع، أقفل في الغرزة الأولى، عشان أحيانا تجيني فجوة، فأنا ما أبغى لما أقفل في سلسلة الارتفاع أحيانا بتجيني فجوة، فأنا ما أحب هذه الفجوة تصير، فعشان كده أحيانا أقفل منزلقة آخر شيء في أول غرزة. عشان كده الارتفاع وأول غرزة سويت فيها نفس الغرزة اللي سويت فيها المنزلقة، عشان هتعتبر عشان هي هذه أول غرزة أنا اللي قفلت فيها بمنزلقة، فحأبدأ منها أول عمود لفة. طبعا الارتفاع حيعتبر الثاني، بس حبيت أوضح لكم عشان ممكن أنتوا لو شفتوا الشكل حتحسبوا إنه أنا مسوية في الغرزة نفسها 2، لا هي في كل غرزة ارتفاع أول غرزة، واللي جنبها الغرزة نصف العمود لفة اللي عملتها هتعتبر تاني غرزة. الآن راح نبدأ في اللي هي الضفاير، الغرز حق الضفاير. أول شيء الضفيرة قلنا حتاخد مننا 4 غرز، الضفيرة حتاخد 4 غرز، يعني هذه 1 وهذه 2 وهذه 3 وهذه 4، هذه الغرز هي اللي حتكون للضفاير أول ضفيرة. فالآن راح نعمل خطوات الضفيرة اللي سويناها في الجاكيت. احنا خطوات الضفيرة قلنا حتنقسم لدور، يعني أول دور وتاني دور. أول دور قلنا حنسيب غرزتين، وحنروح للغرزة الثالثة والغرزة الرابعة، في كل غرزة حنسوي عمود لفتين أمامي، وبعد كده حنرجع للاثنين اللي فوتناهم وحنسوي فيهم في كل غرزة حنسوي عمود لفتين أمامية. بعد كده حنسوي الفاصل اللي بين الضفيرة والتانية اللي طلع لك انتي، انا طلع لي عدد الغرز اللي حسويها بين الضفيرة والتانية عمود لفة عمود لفة، يعني 2 عمود لفة في كل غرزة 1 عمود. بعد كده حرجع وأكرر خطوات الضفيرة، وبعد ما كررت خطوات الضفيرة نفس خطوات الضفيرة الأولى، حأجي وأفصل بينهم بغرزتين عمود لفة. حأبدأ الآن حوريكم الضفيرة نفس اللي أنا شرحته الدور في اللي هو الجاكيت حق غرزة الضفيرة. الآن هنا حأبدأ، هذه أول غرزة حنسيبها، وهذه الثانية حنروح لغرزة 3، شايفينها؟ طبعا أنا بعد كده الغرز اللي حتكون ضفاير أنا بعدها ليش من هنا من نفس العمود، عشان هي حتكون ما راح أدخل فيها الإبرة من نفس الحلقة، لا هأخذ الإبرة أدخلها من نفس العمود من جهة العمود، يعني من تحت الحلقة على طول، هذه المسافة اللي تحت الحلقات على طول حلقتين، واللي بين العمود هذا إيه شايفين في هذه الجهة حتكون عشانها أمامية،
الآن راح أسيب غرزتين، هروح للغرزة رقم 3 وهسوي داخلها عمود لفتين أمامي، يعني هتلفي الخيط مرتين على الإبرة، هتفوتي هنا هذه الأولى والثانية، هروح للثالثة وأسوي فيها عمود لفة، عفوا لفتين أمامية، شايفين؟ عشانها لفتين يعني هنخرج الإبرة، يعني هنلف ونخرج، نلف ونخرج، ونلف ونخرج 3 مرات طبعا، عشانها عمود لفتين كده. هذه أول غرزة في الضفيرة، هاجي نفس الشيء الغرزة الرابعة اللي جنبها، هأسوي داخلها عمود لفتين أمامي، لفيت وخرجت، لفيت وخرجت، لفيت وخرجت 3 مرات عشانها عمود لفتين. الآن هنلف مرة تانية 2 على الإبرة، وحنرجع لهذه الغرزتين الاثنين اللي احنا فوتناهم، أرجع أمسك أول واحدة، أول غرزة من اللي فوتناهم، ونفس الشي حندخل بهذه الطريقة عشانها أمامية، حنسوي كمان غرزة، هتيجي بعد كده الغرزة اللي بعدها اللي هي الأخيرة الرابعة في الضفيرة، وحنسوي نفس الشي داخلها عمود لفتين أمامي، كده تكونت عندي أول ضفيرة. طيب الآن راح نكمل، شوفوا انتو كيف هتعرفوا آخر غرزة في الضفيرة، يعني اللي هي كانت غرزة 4 في الضفيرة، كيف هتعرفوا عشان هتسووا بعدها اللي هي غرزة اللي هي حتسوي بعدها غرزتين عمود لفة، أو حسب العدد اللي أنت طلع عندك. شوفوا هذه أهي، هيبين لك إنه هذه هي آخر غرزة في غرز الضفاير اللي سوينا فيها عمود لفتين أمامية، يعني حتبدأي، يعني كأنها هذه هي الغرزة، يعني حتبدأي تسوي العمود من هذه الغرزة، شايفين؟ أنا بوريكم عشان ما تتلخبطوا في الغرز، شايفينها؟ عشانها هي احنا بندخلها من اللي هي الغرز الضفاير، بندخلها من نفس العمود، عشان كده ما بندخلها من نفس الغرزة، فحتعتبر هذه هي الغرزة اللي تابعة ليها، هذه هي احنا حنسوي، شوفوا اهي عشان تعرفوها ما تلخبطوا، انا ممكن تلخبط هذه الاشياء، بس اوضح الرؤية معكم، شوفوا شايفين هذا العمود اللي سوينا فيه اخر اللي هو عمود 4 من غرز الضفاير، يعني حيعتبر هذه حتى هنا هذه تابعة للعمود اللي احنا سويناه، يعني تابعة للغرزة الأخيرة، فحنيجي نعمل العمود من الغرزة هذه اللي هي ما سوينا فيها، ما فيها عمود لفتين أمامي، شايفين اللي بعدها هذه هي نفسها، شفتوا؟ حأسوي الآن عمودين
هذه اول عمود، طبعا عمود واحد لفة، واللي بعده كمان ثاني عمود، كل غرزة واحد عمود. طيب الآن راح أرجع وأكرر خطوات الضفيرة الأولى. شوفوا الآن دائما نحن لما سوينا الآن هنا هذه الأولى والثانية العواميد المفردة اللي هي بين الضفيرة والثانية، حابدأ الآن لما هتبدأ الآن ضفيرة ثانية يعني الضفيرة الجديدة هتيجي تحسبي هذه أول، اهي هذه أول احنا قلنا هنحسب من العواميد اللي هي غرز الضفيرة، عشان نحنا هنشتغل في غرز الضفيرة هتكون الشغل اللي هو عمود لفتين هتكون أمامية يعني من نفس العمود هتكون الغرزة. فبعد ما سوينا هنا اثنين، هذه الاثنين اللي بين كل ضفيرة والتانية، هاجي الآن لغرز الضفائر هتحسبي. شوفوا هذه الغرزة اللي سوت فيها آخر عمود، دوبني هاجي على طول العمود اللي بعده هذا هو اللي هحسبه أول غرزة في الغرز حق العواميد، عفوا أول غرزة في غرز الضفيرة. يعني حنقول شايفين هنا دخلت من هذه آخر شيء اللي سويت فيها واحدة عمود لفة، اللي بعدها على طول العمود اللي بعدها هو هذا أول واحد وثاني واحد، يعني من هنا حأبدأ الثالث، هعمل الثالث وبعدين هعمل الرابع. في النهاية لما غلقت من هنا بالرابع يعني كأنها هذه الغرزة هي آخر شيء حقت أربعة، شوفوا لأنها هي هنا. فحأسيب الغرزة هذه اللي هي على طول عند الغرزة الأمامية اللي سويتها لأنها هي هذه غرزتها، حأسوي في اللي بعدها عمود لفة واللي بعدها عمود لفة. إن شاء الله تكون وضحت. اللي بوضح لكم هو إنه البداية يعني بعد العمودين اللي حتسويها عمود لفة عمود لفة العادية، العمود اللي بعدها على طول هو اللي حنحسبه أول عمود حنعمل فيه الغرز حق الضفائر، يعني من بعده تشوفي أربع عواميد. والنهاية النهاية اللي تنهي في غرز العواميد لفتين الأمامية هي نفس الغرزة هذه، يعني لما تاخدي بنفس العمود حتسيبي يعني ما راح تسوي في الفراغ على طول اللي بعده اللي في نفس الغرزة في نفس غرزة العمود، لا حتسيبي الغرزة هذه حتروحي طبعا الغرزة هذه حتسيبيها اللي حتكون العمود فيها مشترك، سويتي في عمود لفتين أمامية حتروحي الغرزة اللي بعدها هي اللي حتسوي فيها عمود لفة عمود لفة، طبعا في كل غرزة واحد عمود. طيب الآن راح أوريكم الآن راح نكرر الضفيرة مرة تانية، هسوي معاكم مرة تانية هنكرر خطوات الضفيرة نفس الضفيرة الأولى بعد ما سويت عمود وعمود بين كل ضفيرة والتانية، هاجي الآن هسوي غرز الضفائر، طبعا هذه واحد واثنين فوتنا الاثنين هندخل في غرزة ثلاثة هنعمل عمود لفتين أمامي. طبعا يعني معلش اذا كان احد بيتضايق انه بعيد كثير يعني وزي كده، بس عشان انا بوضح لكم المعلومة وبوصل لكم هي مظبوطة، لانه في اشياء احيانا تكون بسيطة الواحد يغلط فيها بتخبص له كل الشغل. طيب هذه الرابعة غرزة اربعة في الضفائر، بعد كده هاجي للغرزتين اللي فوتتهم هسوي في أول غرزة
ضفيرة عمود لفتين أمامي اللي هي من غرز الضفيرة، هذه الغرزتين اللي فوتناهم. واحد اثنين ثلاثة، طيب هاجي اللي بعدها، شايفينها ممكن اللي بعدها شوفوها تكون يعني متخبية ورا الغرز الثالثة والرابعة حق الضفيرة، فلازم تنتبهي. أنا بعيد الطريقة عشان في بعض المتابعين يكونوا ما شافوا الورشة حقت الجاكيت، فما راح تكون تعرف يعني الطريقة، عشان كده أعيد كم خطوة كده. طيب الآن احنا غلقنا تاني ضفيرة، حأجي الآن قلت لكم شوفوا اهي، هذه هي الغرزة أربعة اللي سوينا فيها من غرز الضفائر آخر ضفيرة، قلت لكم الفتحة المشتركة اللي هي بين العمود اللي مسوية فيه الضفيرة آخر شيء، الضفيرة أربعة الغرزة الرابعة من الضفيرة، العمود اللي سويت فيه آخر شيء المشترك، طبعا حأسيب الغرزة المشتركة اللي على طول بعدها اللي هي هذه شوفوا، وهنا احنا سوينا العمود أمامي هنا، وهذه الغرزة اللي تابعة للعمود، فحأجي للغرزة اللي بعدها حأسيب هذه الفتحة الصغيرة لأنها حتكون تابعة هذه للعمود، وحأروح لهذه الفتحة وهي اللي حأسوي فيها عمود لفة، الغرزة اللي بعدها كمان حأسوي عمود لفة، انتي حسب اللي حيطلع معاكي بين الغرزة والتانية، اهم شيء انها تكون عدد الغرز اللي بين الضفيرة والتانية تكون كلها مو يعني متساوية، عددها واحد من البداية للنهاية. هاجي اكرر اخر مرة، هكرر خطوات الضفيرة، هنا هذه واحد هذه اثنين وهذه غرزة ثلاثة، هنا واحد اثنين، هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني هنا الثلاثة شايفينها، هنسوي داخلها عمود لفتين أمامي، ما لفيت أنا مرتين شفتوا، لازم نلفها مرتين على الإبرة عشانها عمود لفتين أمامية. طيب هذه أول شيء، شايفين هذه أول غرزة في الضفيرة، هلف مرة تانية هروح لغرزة أربعة، أسوي عمود لفتين أمامي، هأرجع للغرزتين اللي فوتهم شايفينها، في كل غرزة هأسوي عمود لفتين أمامي، اثنين ثلاثة واحد، هذه الثانية شايفين، لازم مرة تنتبهوا للغرز، تنتبهوا للغرز وأعداد الغرز عشان حتسوي انت البوت الثاني لازم يكون نفس المقاس الأول حتى نفس عدد الغرز، لازم العد في الغرز وانتي بتشتغلي، هذه تانية واحد اثنين ثلاثة،
شوفوا تكونت عندي الآن، هذه تاني مو تاني تالت ضفيرة. هأجي وأكمل نفس الشيء بين كل ضفيرة والضفيرة التانية، هأسوي عمود لفة عمود لفة. بعد كده هأبدأ الضفيرة اللي بعدها، هتمشي زي كده إلين ما نوصل لآخر غرزة. هنا نوصل لآخر غرزة وحأرجع معاكم أوريكم إن شاء الله الباقي. طيب أنا كده عملت الدار، طبعا ضفيرة تفصل بين كل الضفيرة والتانية عمودين ضفيرة، تفصل بين كل ضفيرة والتانية عمودين ضفيرة، إلين ما أنهيت آخر غرزة أهي. قلت لكم عشان بدينا الارتفاع طبعا يعتبر أول عمود، وسوينا عمود جنبه تاني عشان أنا بدينا بعمودين، وإحنا قسمنا وقلنا حيكون بين كل ضفيرة والتانية عمودين، يعني لازم حننهي كمان بعمودين. شفتوا هذه الضفيرة وأنهيت بعمودين. طيب الخطوة التانية علشان حأسوي اللي هي الحزام حق البوت، اللي حاسوي فيه العروات، وهنا حاسوي يعني من هنا خلاص حيكون حرتفع طبعا، بس حيكون هنا منطقة الأزارير، وهنا حيكون دحين اللي هي المنطقة اللي حنكون فيها العروة، بس مو الآن حنسوي العروة، حأوريكم لما حنوصل لها إن شاء الله. طيب الآن بعد ما سويتي في آخر غرزة خلاص عمود لفة، إيش حنيجي الآن دحين نسوي؟ حنرتفع سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طبعا ما راح اعطيكم عدد معين لانه هي حتعتمد على حسب انتي ما تبغي يعني فين تبيها، يعني الفتحة فين تبيها تنتهي، اللي هي يعني حيكون الازارير هنا فرضا والفتحة خلاص من هنا تنتهي. كمان اسوي ازيد، احنا خمسة سوينا، ستة سبعة ثمانية، خلينا نشوف ثمانية هشوف انها ثمانية يمكن خلاص كويسة. نشوف كده اوكي، انا شايفة انه ثمانية كده مرة كويسة. طيب اصلا هو لازم احنا نسوي العدد، يعني العدد يكون زوجي وليس فردي، عشان حنعمل الان ادوار وبعد كده حنكمل غرز اللي هي الضفائر. طيب انا كده سويت 8، انت ممكن اذا تبي كمان تزود تسوي 10 12 14 زي كده اعداد زوجية، هتسوي عدد السلاسل. طيب بعد ما عملت 8 سلاسل اسوي الان اللي هو 3 1 2 3 اللي هي حقت أول عمود اللي هي بداية الدور. يعني الآن راح نسوي أول عمود في غرزة رقم 4، يعني هنا عشان ارتفاع، يعني هنا 1 2 3 هذا الارتفاع، غرزة 4 هي اللي حاسوي فيها أول عمود، عمود لفة طبعا شايفين
اعتبرنا هذه دحينة عمود وهذا ثاني عمود. الآن راح نبدأ في الضفيرة. لا عفوا، أنا أول دور ما راح أسوي فيه ضفاير، معلش، اللي هو فقط هذه جهة ما راح أسوي فيها ضفاير، حأسوي حأبدأ معها بعمود لفة، يعني في كامل الثمانية حأسوي عمود لفة فقط في أول دور في تكوين السلاسل هذه اللي هي الثمانية اللي سويناها. طيب واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة كمل خمسة بعد كده ستة بعدها سبعة آخر شيء ثمانية اللي هي أهي هذه هي، شايفين؟ أهي هنا هتبين لنا